شتم على اليوم احداث الجمع العام ديال جامعات الغرف المغربيه اللي كان ضمن المخططات والتزامات ديال الرئاسه والمكتب ديال الجامعه باش يتكون هاد الجمعه العامه في مختلف جهات المملكه. جهات بني ملال خنيفرة كانت سباقه لانعقاد هذا الجمع العام الاول لهذه السنه، واللي تم التوقيع على واحد المشروع مهم ديال مركز الاعمال ما بين غرفة التجارة والصناعة والخدمة ديال جهة بني ملال ومجلس الجهة ديال بني ملال ووزارة التجارة والصناعة وكذلك وزارة السياحة. هذا المشروع اللي غادي يعني يساهم في الرقي العمل ديال الغرفة ديال جهة بني ملال وكذلك في يعني تنمية الموارد ديالها وفي توفير واحد المناخ واحد الجو واحد المكان للاشتغال للمؤسسات والشركات ديال الجهة. كذلك هذا الجمع العام كما عشتوا معنا يعني عرف مناقشه ديال مجموعه من النقط وكذلك برنامج العمل، يعني النقطتين المهمتين هو المخطط الاستراتيجي ديال جامعه الغرف 2022-2027 وكذلك برنامج العمل ديال 2022 اللي غادي يعني الرؤيه ديال جامعه الغرف انه يتم احداث يعني او يعني واحد مجموعة من الملتقيات دولية في جميع جهات المملكة. يعني غادي نحاولوا إن شاء الله أن يكون اللي كاين في هذا برنامج العمل ديال هذه السنة هو واحد المؤتمر مغربي إفريقي في جهات الداخلة اللي هي بوابة المغرب نحو إفريقيا، اللي غادي تحاول إن شاء الله نجمع فيها جميع الغرف الإفريقية يعني في الرؤية ديال الجامعة أن يتم يعني إنشاء واحد المقر ديال الغرف الافريقيه في جهات الداخله. وفي برنامج في المخطط الاستراتيجي كاين مجموعه من الملتقيات الدوليه اللي غادي تعطي واحد الاشعاع للدوله ديالنا والمكانه ديالها والتموقع ديالها لدرجه ان يقدر نوصل حتى المؤتمرين في السنه. وشكرا. كيف ما شاهدتوا معنا هذا داز واحد الجمع العام ديال جامعه الغرف اللي هي الدوره ديالها الدوره الاولى لهذه الولايه هذه، واللي ارتأت الجامعه بجامعه الغرف انها خدينا هذه المبادره هذه باش اننا نوليو نديروا هذه الدورات على صعيد الجهه، ما بقاش مقتصرين في الرباط في المقر ديال الجامعه. ومدينه جهه بني ملال ولا مدينه بني ملال كعاصمه ديال الجهه كانت تحظات بانها تنظم الدوره الاولى، وكيف ما شاهدتوا بانه تقريبا جل الرؤساء كانوا حاضرين معنا في هذا الاجتماع. ومن هذا المنبر هذا تنشكروا السيد الوالي ورئيس الجهه ورئيس المجلس الاقليمي اللي عاونونا وتعاونونا ديما تيوقفوا معنا على اساس انه بحال هاد الملتقيات ولا بحال هاد اللقاءات نجيبوهم للجهه عندنا. الحاجه اللي مهمه اللي درت في هذا اللقاء هذا وهو ديك لا سيناتور ديال البروتوكول ديال داك المركب الاعمال اللي كيف ما شفتوا اللي حنا غادي يكون واحد 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 دفعه قويه للبنيه التحتيه اللي كاينه هنا في الجهه عندنا. كيف ما تعرفوا بان الجهه تتفتقد لهاد بحال هاد المعلمات الكبيره. حنا الحمد لله الغرفه دارت على صدد انها باش تكمل الاقتناء ديال الارض، وحنا فعلا ملي خرجت هاد الاتفاقيه للوجود حنا صراحه هاد اللقاء تيعتبر انه تكون بانه ناجح 100%، وتنتمناو انه يساعدونا جميع الشركاء ديالنا ويسمتوا باش هاد المشروع هذا نحاولوا في هاد السنه ولا السنه الماجيه يخرج للوجود ان شاء الله. وشكرا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.